السلام عليكم، صباح الخير عليكم. فلوق جديد، سمعه جديد، مغامره جديده ان شاء الله. هذا الفلوق هذا ان شاء الله غادي يكون مميز، غادي نشوفوا فيه بعض الاماكن جديده في هذا النهار هذا المبارك. نتمنى انكم تكونوا بخير على خير وعلى بركه الله. نبداو الفلوق ديالنا ديال اليوم. كاينه واحد الحاجه في المكسيك، انا ممكن تدخل السوبر مارشي تمشي تاخذ مثلا الخبز من هنا، مثلا كرواسه بغيتي تاخذ من هنا، بغيتي تاخذ ثاني الخبز، بغيتي تاخذ طرطيه، كاين بلايص فين تجلس تاكل وتفطر على خاطرك وبثمن مناسب رخيص. الفطور دابا الفطور ياك الفطور زوين. شنو بغيتي تدي بهادي؟ بودين ناخذ هادي. ان قال الاخر 6 هي 4.5 تيكونوا الكراسات، تيكونوا بحال تكون واحد الريستور، يعني كتاخذ هادشي هذا كتجي كتخلص وتجلس تما كتاكلوا. ملي كتكون خارج تيجي لك هذاك السكيورتي حدا الباب تيقول لك واش هذاك الشيء واش كليتي على برا، نشوف التوصيل، تجبر التوصيل بانك خلصتي. هانتوما هاد النوعات ديال الحلويات راه كاين حتى في المغرب. هما هنايا فكاين واحد الشبه كبير بين المكسيك والمغرب، شبه كبير 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 بزاف. انا نقدر نقول بانه راه 90% ديال الشبه حيت غير اللغه. هنا كاين الاسبانيه وفي المغرب كاين العربيه والامازيغيه. ها حتى الحلويات راه بحال بحال. ها جماعة وثاني مادلين، ها هما واحد الحاجه ديما تعجب لي هنا في المكسيك وهو ان الناس يفطروا بالدجاج، يفطروا باللحم، يفطروا باللحم ديال الحلوف، يفطروا بها على الصباح. بحال دابا الساعه راه يلاه 9 ونص ديال الصباح. دابا شوف انا مثلا واحد انا حلوه ولا شي حاجه نفطر بها، المكسيكيين خدام تيشلطوا في الشلاضه، خدام تيشلطوا في واحد الدجاجه تياكلوها في الفطور. دابا جينا لواحد الشلال كاين هنايا، الاسم ديالو شلال الشيفلون. غادي تشوفوا بانه تيشبه، كاين شبه كبير بينه وبين الشلالات اللي كاين في المغرب، سواء الشلال ديال اقشور او الشلال ديال اسود. غير الفرق اللي كاين هنا وهو ان هنايا منظمه القضيه، مثلا ملي كتدخل خصك تلبس هذا البراسلي هذا، ما كاينش حاجه في عبور، تدخل تخلص الثمن اللي كتخلص خلاص 30 بيسوس. 30 بيسوس تعطيك هذيك 14 درهم، تعطيك 13 درهم، تعطيك 15 درهم. هذه هي الدخله ديال الشلال. من هنا كتدخل هاد الشوط الطرق كي منظمه. هنا كتلقى خرائط ديال البلايص اللي غادي تمشي ليهم. شي باش نقول لكم بان النظام راه هي اهم حاجه. راه كاين اماكن رائعه في المغرب، خصها غير النظام وتشوف كيفاش غادي تولي. هانت هنا في كاين بعض الاماكن الناس فين ممكن يجلسوا بحال هكا و تما تيعوموا. و الطريق كما قلت لكم طريق مقاد، هانت مشي على خاطر خاطرك. و كاين الارشادات في الطريق، هنا ما تلوح الزبل ما تشعلش العافيه. ها شوف الما كيف داير. هانت عاوتاني في الداخل في الشلال كتلقى اماكن بحال هادو، تيبيعو بطاطا فريت، تيبيعو اي حاجة بغيتي. مور هدا هنايا عاوتاني هاهما هاد الكيوسكات هادو، و في نفس الوقت غادي نكمل الطريق ديالك. تاني هنايا هذا مطعم عاوتاني، شوف شنو تيبيع. هنا اي حاجة ممكن طارو ديال الزبل هي غادي. الناس تما راهم عاطين الاستجمام جالسين. شوف الما كيف داير، الما كامل زرق تبارك الله. كاين جوج شلالات في حياتي اللي شفت فيهم هذا المنظر هذا. كاين شلال واحد في اللاوس، وكاين هذا الشلال دابا حاليا في المكسيك اللي فيهم هذا اللون هذا الازرق بحال ما هكا. كاينين جوج ديال الشلالات. دابا غادي نمشيو للشلال الاول الكبير، عاد غادي نرجعو نشوفو الشلال الصغير. ملي تنقول الشلال الكبير الشلال الصغير مباشره كنفكر شلالات اقشور نواحي شفشاون. وهنا تنأكد بان راه كاين عديد القواسم المشتركه بينك المغرب وبين المكسيك، من ناحيه ديال الطبيعه، من ناحيه ديال الشعب ديالها، من ناحيه ديال البناء، بزاف ديال الحوايج. راه كاين بعض المرات انا تنتحيى تنتبقى غادي تنتمشى في المكسيك
زعما ما نسمعش الاسباني يسحبني راني في المغرب ولا شي حاجه، لكن ملي تسمع الاسبانيه كنقول صافي راني في المكسيك. ها هو هذا هو الشلال الكبير، راه مازال طالع دابا ما تسبليناش واحد الرؤيه ديالو كامله، غادي نطلعوا ان شاء الله، غادي نطلعوا ان شاء الله وغادي نشوفوا الشلال كيف داير. وقولوا لي واش يشبه الأزور ديال الشلال ديال اقشور ولا ماشي يشبه ليك، غادي نخلي لكم نتوما تقولوا الناس اللي زار اللي فايت زاروا هاد البلايص هما اللي غادي اللي يحكموا. جمال تما نازل يمشي بوتي يمشي مع هاد البلايص هادو، هادشي هذا كامل كاين في ولاية ديال تشياباس في المكسيك. ها هو الشلال، شو تبارك الله، راه ما غاديش نصور بزاف لان الماء تيوصلني هنايا ديالو. شوف تبارك الله هاد الشلال هذا، نقدر نقولك بانه احسن الشلالات اللي شفت في حياتي كامله هو هاد الشلال هذا، لانه شي حاجه تستحق تضرب عليه تماره باش تجي ليها. رائع 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 بزاف بزاف بزاف. دابا راه كنحاول واحد البلاصه اللي درت ديما كتكون عامره، دابا راه خاويه ما فيها حتى شي واحد، ما فيهاش بشر بزاف، لما حاولت ناخذ الفرصه ونجي عاوا بنادم عاد جاي طالع من هنايا. نتمنى انكم تكونوا تستافدوا شي حاجه من هادشي هذا. ايوا هذا هو العظمه ديال الخالق عز وجل. يلا خطبت لك جوج دقائق ولا ثلاثه ديال الدقائق ملي كنت بوحدي، اما من بعد قضيه صافي عمرات خصك تخوي، خلي الناس حدا اخرين فين يطلعوا يتصوروا ويضربوا السيلفيات ديالهم على خاطرهم، ولكن مازال شي حاجه رائعه تنصح بها بنادم يجي لهاد البلاصه هادي الا كنت في المكسيك ولا ديال تشياباس. بغيتي تعوم فيها لان كاين الاماكن اللي مخلينهم السباحه وكاين الاماكن اللي دايرين فيهم ممنوع السباحه، ولكن هاد البلاصه هذه عندك الحق انك تعوم فيها، ما كاين حتى شي مشكل، بشرط خلي البلاصه ديالك نقيه، عندك شي زبل ولا شي حاجه خرجهم معاك، غتلقى الطارو لوح تما، هذا هو القانون اللي كاين. هانت الناس راه كاينين هنايا الناس يعوموا، هاهما تيعوموا، هاهما الناس هنايا عاوتاني، يعني هذاك الشيء نقي. ها شوف الماء كي داير، دابا غادي نراجعين في حالاتنا. هما الناس مطلعين السلعة كما تيديرو في اقشور، تخاف طلع السلعة حدا الشلال باش يبقاو بيهم مرادة. عرفتي راه كاين واحد الشبه كبير بين المغرب والمكسيك، ملي سولت على هذه المسألة قال لك بأن المغرب والمكسيك كانوا قارة واحدة، ولكن من خلال زحزحة القارات تفرقوا. هاد المعلومه هادي سمعتها بزاف بزاف ديال الناس، قالوا لي من خلال انستغرام وقالوا لي في فيسبوك، حتى بعض التعليقات اللي جاوني في اليوتيوب من الفيديوهات ديال العام اللي فات. هاد المعلومه ما تاكدتش منها، الا كان شي واحد تاكد من هاد المعلومه هادي تيقول بان حقا كان المغرب والمكسيك دوله وحده وكانوا تفرقوا بسبب زحزحه القارات، ياكد لينا هاد المعلومه هادي في الكومونتيرات. انت زوينه، انت زوين، انت زوين، انت زوينه. So for a male you said it is win, for a female you said it is win. كان هذا هو الشلال ديال الشيفلون كما شفتوا، كنتمنى انكم تكونوا شفتوا شي حاجه مزيانه في هذا الفلوك، استفدتوا شي حاجه، وكما قلت لكم في الاول راه كاين واحد التشابه واحد القواسم مشتركه بزاف بين المغرب والمكسيك، من ناحيه ديال الشعب، من ناحيه ديال البناء، من ناحيه ديال الطبيعه. سبحان الله العظيم حتى الشعب هنا ملي كيكون عندك شي موعد مع شي واحد تقول له مثلا 9:30 سير توقع حتى 10:30 ولا 11 عاد غادي يجي لعندك. غادي نسالي الفلوغ هنايا، كنتمنى انه لو عجبكم هذا الفلوغ غادي تضغطوا على زر ديال الاعجاب، ولا كانت شي ملاحظه ولا شي اقتراح كتبوا لي في التعليق لتحت، ونشوفوا فلوغ اخر باذن الله. دابا راه تيبان لي الجو دا تيتغمغم، غادي تصب الشتا، لا هما غادي يرجعوا للهوصل
فين جالسين. نشوفوا في الفلوق المقبل بإذن الله. تحياتي لكم والسلام عليكم.